أكد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أن التجهيزات التي يتم العمل عليها استعدادا لتطبيق القيمة المضافة بداية العام الجديد تضع ضمان مصلحة المستهلكين ووضوح الصورة لديه بشكل كامل حيال الضريبة كأولوية أساسية. أوضح الجهاز الوطني بأنه لن يطلب من المستهلك التسجيل القيمة المضافة، وأن شهادة التسجيل في الضريبة التي يتعين الحصول عليها من قبل الشركات المسجلة لا يقابلها أي إجراءات مماثلة مطلوبة من قبل المستهلكين من أفراد الجمهور العادي، مناشدا إياهم التأكد من وجود الشهادة المذكورة في مكان ظاهر بالمتجر أو المؤسسة التجارية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في هذه أو في هذا الصدد، مثل تطبيق الضريبة على سلع أو خدمات غير خاضعة للضريبة قانونا أو قبل موعدها المقرر أو بأكثر من قيمتها المقررة أو بتحصيلها بصورة منفصلة غير مشمولة في السعر المعلن، وذلك عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني.